الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغها ممثلون ذوي خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع أنحاء العالم، وهو يحدد في حدث غير مسبق حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالمياً. إن إنسانيتنا المشتركة متجذرة في هذه القيمة العالمية. والآن مع بيان الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يلقيها الأمين العام للجمعية المحامي عيسى إبراهيم. ويسعدني مع زملائي في الأمانة العامة وفي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن نشاهد هذا الجمع الجميل المهتم فعلا بثقافة حقوق الإنسان وبأوضاع حقوق الإنسان في البحرين. البيان كما تعلمون بمناسبة مرور 70 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي مثل هذا اليوم 10 ديسمبر من عام 1948 اعتمد المجتمع الدولي أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان، بعد أن صاغ ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم هذه الوثيقة التاريخية المهمة التي وضعت الأسس لتعامل الدول مع مواطنيها، والتي نصت على المساواة بين جميع البشر في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. ويكتسب احتفال هذا العام أهمية خاصة لكونه ينطلق في ظل مرور 70 عاما على ولادة هذا الإعلان الهام، الأمر الذي يجعلنا جميعا نقف للتأمل فيما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان ومدى التزام الحكومات بالمعايير التي وردت في هذه الوثيقة. فللأسف الشديد فإن البشرية لا زالت تشهد بالرغم من مرور 7 عقود من الزمن مآسي الحروب والمزيد من إهدار الدماء وانتهاكات الحقوق الإنسانية والتشريد والتجويع وتدمير الإرث الثقافي الإنساني واغتصاب أراضي الغير التي تبرز أوضح تجلياتها فيما يتعرض له الشعب العربي الفلسطيني من ظلم. ومما يدعو للأسف ما نشهده من بطء شديد في الانصياع للواجبات التي يحتمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت ذرائع واهية، فما زال المدافعون عن حقوق الإنسان محل اضطهاد، وما زالت تصدر بحقهم الأحكام القاسية، ولا زالت القوانين تسن لتضييق هامش الحريات، وما زالت ممارسات التعذيب وعقوبة الإعدام والتمييز سائدة في العديد من الأماكن من العالم، ولا زالت آفة الفساد تفتك برفاهية العديد من الشعوب، ولا زلنا نلمس حالات متزايدة للحرمان من حق العمل ومن الحصول على الخدمات وعدم المساواة بين الرجل والمرأة. إنه مما يزيد من معاناة المنظمات الحقوقية ما نشهده من حد وتهميش لدورها، وخلق نسخ حقوقية محرفة ومعادية لأي تحرك يستهدف التشجيع على سن تشريعات ويهيئ لممارسات رشيدة. ومع كل ذلك فإن صمود المؤمنين بما جاء في الميثاق الأممي لحقوق الإنسان سيظل يتعاظم، وستظل تطلعاتهم مستمرة من أجل مجتمع إنساني حر وكريم. شكرا لكم على حسن إنصاتكم.